قال لك قائل الشيخ سالم: ما الفائدة من التفريغ؟ إيش الفائدة يعني من التفريغ؟ ليس له فائدة، أنا أسمع يكفيني استماع للدرس. للتفريغ فوائد كثيرة. طيب. ترسيخ المعلومة، طبعا نحن الآن نريد أن نحفظ المعلومة ونريد أن نفهم المعلومة ونطبق المعلومة، هذه الأشياء الثلاثة. تمام. هذا هو العلم. الآن كلما زادت الحواس اشتغلت مع المعلومة كلما ترسخت المعلومة أكثر. ما شاء الله. الآن أنت تكتب وتسمع وأيضا تنظر، واحد لما يكتب سوف يقرأ المكتوب. نعم. لأنه يسمعه سمعا ويقرأه بالبصر وأيضا يكتبه باليد. هذه فقط ثلاث أشياء سوف تجعل المعلومة تترسخ أكثر. وثاني شيء أن الإنسان لما يراها مكتوبة أمامه يستطيع أن يتصورها، يتصور التقسيمات، يتصور العلوم، يقارن أول الكلام بآخر الكلام. لكن لو يمر الكلام، أحيانا أجرب أنه مثلا شريط أسمعه أجد أني أخذت منه ثلاث أو أربع معلومات أو خمسة، لكن إذا فرغت ورجعت أجد أني مريت عليه كامل وركزت فيه المعلومات كلها. ما شاء الله. وهذا لكن هذا الشيخ يكون في الدروس التأصيلية العلمية، يعني مثل الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، لأن هذا تؤصل العلم عندك الآن. أيضا في فوائد أخرى. الآن الإنسان هو الآن في نيته، لم يتعلم، هي نيته أن يرفع الجهل عن نفسه. عن نفسه. والمرحلة نعم. الثانية أن يرفع الجهل عن الآخرين. تمام. هو الإنسان أيضا يحب لنفسه ما يحب الآخرين. لما يفرغ هذا يعني ينوي أنه سهل على زملاء الآخرين أنهم ما يفرغوا. نعم. أنهم الآن هو أعطاهم المادة مفرغة. هو الآن سهل على نفسه. نعم. وأيضا سهل على الآخرين. حتى أنه قبل وضعت مبادرة لشرح لتفريغ ثلاث الأصول، وضعت لها شعارا: فرغ شريطا واحدا تحصل على السلسلة كاملة مفرغة. ها بعد هذا يعني احسن. الان لو كل واحد فرغ شريط، وهذه حصلت يعني سبحان الله، انه كل واحد فرغ شريط شريطين، واذا بنا عندنا السلسله كامله مفرغه. نعم. وكلنا رجعناها يعني ربحنا الوقت، وفي نفس الوقت رسخنا المعلومات اكثر، وهي الان منتشره التفريغ هذه، يستفيد منها الناس. والاغلب الناس الان التفريغ نحتاجه للترخيص، وممكن حتى اصلا انها تصبح كتب. صحيح. الان كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الغالب أنها تفريغات من الدروس، وخاصة وتفريغات مثل الأحياء تسهل عليه مراجعتها، لأنه أحيانا يبغى يراجع أشياء، يبغى يحرر أشياء. ها للشيخ. للشيخ أيضا. هذه أيضا من الفوائد. نعم. ولذلك سموه تفريغا. كأنك تفرغ العلم في الشريط على الورق. ما شاء الله. وسبحان الله، هي مهما يكون قراءة الكتاب. والأشرطة الآن ذهبت. يعني وهذا اللي بقي الان الملفات الصوتيه. اي ذهبت يعني الملفات الصوتيه، اغلب الملفات الصوتيه الان ذهبت. والانسان مثلا الان شريط يكون فيه 30 دقيقه او ساعه ونصف ولا شيء، الان لو سمعه واحد مره وبعدها يريد يرجع المعلومه فيه ما يستطيع. ما يستطيع. لكن اذا كان عنده مفرغ، وممكن الاحسن شيء انه يكون مفرغ ومفهرس، يرجع للمعلومه مباشره. تمام. جزاك الله خير.